اللي بيحصل في السوق السوداء للدولار وازاي بدأت تدخل مرحلة الانهيار، والتجار هيودوا الدولارات المتخزنة فين، وايه اللي قطع على المضاربات، وايه حكاية خسائر التجار الضخمة. بانكير نبض البنوك. معروف ان السوق السوداء للدولار ظهرت بعد خروج الاموال الساخنه من السوق المصري في فتره وجيزه واللي تعدت قيمتها 25 مليار دولار، وده خلق فجوه كبيره، واللي كانت بتستورده الحكومه بمليار دولار بقت بتجيبه ب 5 مليار دولار، وده زود الازمه بشكل كبير جدا. ومن هنا ظهرت المضاربات في السوق السوداء للدولار وبقت وسيله للثراء السريع، ودخلت على الخط جهات تانيه بس باجندات تانيه هدفها احراج الدوله، تعطيش سوق الدولار، لدرجه ان الكيانات دي انتشرت في الخارج. الكيانات دي بدات تلم دولارات من المصريين باي ثمن عشان تضمن ان مفيش عمله صعبه تدخل البلد، وده كان لاهداف سياسيه معروفه، بدليل ان فضائيات وبرامج الاخوان بقت عامله حفله للهجوم على الدوله المصريه بسبب الدولار. وتعدي الايام وتدور ومصر تقدر توفر مليارات الدولارات من موارد كتير، وكمان تدخل في اتفاقيات خارجيه عشان تتعامل بالعمله المحليه، وتبنت الدوله سياسه توطين الصناعه عشان توفر دولار الاستيراد. والضربة القاضية والقوية كانت انضمام مصر لسوق البراكس العملاق، واللي فيه تعاملاتها تتم بالعملات المحلية أو عملة محايدة بعيدة عن الدولار، وبكده السوق السوداء هتموت. المعلومات اللي جاية من السوق السوداء بتقول ان في حالة هلع من خسائر التجار والمضاربين بسبب استقرار سعر الدولار، وبدأت البنوك في صرف ملايين الدولارات لشركات ناشئة لاستيراد لوازم الانتاج، وفي نفس الوقت ابتعاد شبح التعويم واخرها الانضمام للبريكس. كل ده معناه انه مش هيكون في سوق سوداء من الاساس طبقا لسياسه العرض والطلب، ولان الرقم اللي في السوق السوداء كبير دلوقتي التجار بيفكروا يعملوا فيه ايه، وبمبدا خساره قريبه ولا مكسب بعيد ابتدى التجار واللي خزنوا الدولار يدخلوه في سوق الاستثمار وفي المشروعات، عشان كده كده الدولار بيموت. انا اشرفت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.